هنجيب رز ابيض مسلوق عادي. مين معانا؟ هنجيب رز اتفضل. رز ابيض مسلوق عادي، جبنه مثلثات، ممكن طبعا نحشي اي نوع جبنه عادي. هنعمل بانيه بقى، هنجيب الرز نحشيه بالجبنه ونحطه في الدقيق والبيض والبقسماط، نعمله كوره، نعمله صباع كفته زي ما ست البيت تفضل يعني. حلو قوي. في ملحوظه بس عايز اعرف، عشان برضو هم اللي بيتفرجوا علينا لازم يعرفوا كل التفاصيل. هل الرز بنسلقه بزيت عادي ولا لا. انت سلقتيه زي لا. ما سلقتيه كده قبل الهواء بميه فقط؟ طبعا ما فيهوش ماده دهنيه. حضرتك طبعا عارف ان لو حطينا زيت مع الرز ما هو لازم هيبقى الرز انا فاهمه، انا عارف، لكن لازم انا فاهمه هيبقى الرز مفلفل زي ما احنا بنسميه بالعند المصري يعني. فاحنا عايزينه يعني مستوي شويه عشان الرز يمسك مع بعضه، ما يبقاش ما تروحش جميل. كل حبايه في ناحيه. احنا هنشتغل تمام. واحنا أوكي. بنشتغل كده عايزه تقول لي، عايزه كلافزات. تتفضلي. ناخد معانا اتصال. معانا استاذ ابراهيم، اهلا بيك. الو الو، يا ابراهيم ازيك؟ الحمد لله. عامل ايه يا حبيبي؟ الحمد لله. اتفضل يا حبيبي سامعك. عمو انا عايز اسال عن الشركسيه وحاجه تانية لو حضرتك. عينيا يا حبيب قلبي، الشركسيه ده انت راجل جميل بتقول اكله رائعه. ربنا يخليك. وايه تاني يا حبيبي؟ وايه تاني؟ وعايز الكيكه بالشوكولاته. الكيك الشوكولاته؟ طب يوم السبت اعمل لك كيك شوكولاته جديده خالص وحاجه تعجبك قوي، بس عشان تبقى عملي عشان تقدر تعملها على طول. انا ممكن اقول لك على المقادير، بس خلينا يوم السبت اعمل لك كيكه حلوه قوي ان شاء الله، كيك الشوكولاته. وهقول لك على الشركسيه. حاجه تانية يا ابراهيم؟ نعم. لا ربنا يخليك حبيبي. انت في سنه كام يا ابراهيم؟ انا سنه سته. ما شاء الله عليك، ربنا يكرمك. وانت مبشر، عارف يعني ايه مبشر؟ يعني ما شاء الله عليك عندك حضور، بتعرف ترد بلباقه. انا بيعجبني قوي اطفالنا الجمال لما يكون عندهم الحضور ده. في ناس بتبقى مكسوفه شويه، طبعا لا غبار عليهم يعني كلهم كويسين، ولكن الناس اللي عندها حضور دي بتعجبني يعني. انت مبشر ان شاء الله تبقى حاجه كويسه. بشكرك يا ابراهيم وهقول لك على الشركسيه من عنايه. حاضر، بس بعد ما نعمل مع بعض. انت عايزه جوانت صغير؟ فين الجوانتات الصغيره يا محمد؟ يعني ده بيطلع معايا. سوري، ده شكله كبير صح؟ ثواني هجيب لك. انا عندنا كل المقاسات. اوكي مفيش يعني. مشكله يا شيف. لا الله يخليك. لا لا ازاي، هو بس ادخلي ده. ممكن نعملها كور، ممكن نعملها صوابع حسب ست البيت انت عايزه تعمليها زي الكوبيبه ولا هتعمليها كوره ولا هنعملها كوره كده وتبقى محشيه جبنه، بحيث لما نيجي نقطمها تبقى الجبنه ايه سايحه. سايحه جميل. طيب طب البيض ده اخفقه لك؟ يا ريت. حاضر. يعني يا جماعه هي عباره عن كور بانيه، كور بانيه مغلف من الرز وجواه جبنه، اي نوع جبنه، بس هي فضلت الجبنه المثلثات. وكمان هتحطها وتحمرها دلوقتي في الزيت. وهناخد اتصال معانا استاذه نوره، اهلا بيكي. نونه يا سيف يوسف. نونه اهلا بيكي، انا سمعتها نوره والله، معلش العتب على السمع، انا راجل عجزت. الله يهم حضرتك. لا ازاي بقى، ربنا يدي حضرتك الصحه. الله يخليكي ليا، ربنا يكرمك. تأمريني. عامل ايه؟ الله يخليكي. ازيك يا مدام نونه؟ الحمد لله تمام. منورانا. ربنا يخليك يا رب، ده نور حضرتك ونور الضيفه الجميله اللي مع حضرتك. ربنا يخليك والله، انتوا كلكم جمال، كل اللي قلنا ناس يخليك. جميله وناس لذيذه وناس عندها حضور ولبقه ومهنيين وحاجات كتير قوي. ليه سؤال ممكن؟ اتفضلي. انا اعرف ان في انواع من الكشك، الكشك المصري اللي هو اللي انا بعمله برز ولبن وشوربه. تمام. وفي الكشك اللي هو في الصعيدي. هل في نوع كشك تاني؟ الكشك اللي انت بتعمليه برز؟ انا بعمله رز ولبن ومرقه شوربه يعني. والصعيدي؟ لا وفي كشك الصعيدي. في كشك بقى اللي هو الكشك الاساسي اللي هو الكشك التركي، الكشك اللي هو بنسميه بيتقال عليه ساعات كشك الماز. هقول لك عليه دلوقتي. حاضر. ايه تاني؟ الله يخليك. وفي كشك بالجمبري والفلفل. انا هقول لك انت اصل الرز ده حاجه تانية، لكن الكشك اللي انا هقول لك عليه هو عباره عن زبادي وكورن فلاور. هقول لك عليه. حاضر. طب ماشي، منور يا سيف يوسف. ربنا يخليكي. ربنا يخليك يا رب، ودايما منورنا كده ومنور سياسه الحياه. بشكرك. وحلقه موفقه للسيف نهله طبعا باذن الله، وحلقه جامده باذن الله. ميرسي يا نونه، ربنا يخليكي وشكرا لاتصالك. بشكرك مدام نونه على اتصالك، واحنا طبعا سعداء بسماع صوتك. انت شغاله ولا كاني اي حاجه؟ انا قلت حضرتك بس تاخد التليفون وانا طيب هنا بنعمل. ممكن اقول ملحوظه بس، هو كده لغايه كده رائع طبعا، ما فيش مشكله، بس انا متهيألي لو فرمنا الرز شويه هيبقى احلى. هو انا عن نفسي بحب طعم الرزايه كده وهي ردنت معايا شويه. تبقى زي ما بنقول كده بتقرش. ايوه. طيب هي عملت ايه؟
الرز سويناه ولكن زي ما بنقول الميه بتاعته زياده شويه عشان يبقى لزج، عشان لما اجي اما تيجي تعمله كور يبقى سهل قوي في العمايل. وبعد كده بتحشيه بتعمله كور اهو، وهنغطسه في الدقيق البيض واللبن البقسماط كالعاده، وان شاء الله نسويه مع بعض في الزيت ويبقى شكله حلو. طبعا ما تنسوش لما يتحط في الزيت مش محتاج تسويه. أيوة. ليه؟ لان الرز مستوي والجبنه مستويه، كل الغلافه بس اللي بره دي اللي هتستوي معانا تاخد اللون. هنحط بس شويه ملح هنا وشويه فلفل على البيض عشان يبقى متكتب. اكله لذيذه يا شيف على فكره وسهله وتنفع يعني، وجديده كده وحلوه خارجين معانا تبقى حلوه قوي. وهنحضر مقادير الطبق الثاني. الطبق الثاني ده اللي هو المين كورس، يعني هياخد وقت شويه لان احنا عندنا بعد كده رول لحمه، ده هيبقى من المقبله من المقبلات يا مدام هيام. الو مساء الخير. مساء الخير يا فندم. ازيك يا شيف ياسري؟ انا بخير والله لما بسمع صوتكم، ربنا يخليكي. ربنا يخلي حضرتك، انا بتعلم منك كتير وبستفيد منك كتير جدا. على راسي من فوق، على راسي. وبشكر حضرتك على كل اللي بتقدمه لنا. بشكرك، انت اللي جميله، ربنا يخليكي يا رب. وبوجه تحيه لشيف ادري، وبقول احنا بنستفيد من حضرتك كتير جدا، وحضرتك مبدع، وبشكر قناه الحياه على اللمسه الجميله اللي بتدينا شيف ادري. ربنا يخليك، واحنا كمان بنوجه للشيف الجميل ادري ونقول له في تقدم ان شاء الله دايما، وان شاء الله منتظرين وباذن الله عشان نتعلم منه اكتر. يا رب يخليكي يا رب دايما. لشيف نهلة بسلم عليها. ازيك يا نهلة يا توأم روحي؟ ازيك يا هيام، عامله ايه يا حبيبتي، اخبارك ايه؟ الحمد لله يا حبيب قلبي، منوره الحياه يا قمر. ميرسي يا حبيبتي، ربنا يخليكي. انتوا تعرفوا بعض؟ اه يا حبيبتي حلقه موفقه يا حبيبتي. وانت بتعرفي تطبخي زيها يا مدام هيام؟ هيام ما شاء الله عليها. طب ما تيجي معانا مره. ان شاء الله ان شاء الله هاجي لك قريب يا شيف باذن الله. تنورينا تنورينا طبعا. تنورينا يا مدام هيام، تنورينا. ده شرف ليا والله يا شيف ياسر. ربنا يخليكي ليا، ربنا يكرمك يا رب. منوره يا نهله، وان شاء الله يا حبيبتي حلقه موفقه باذن الله. ان شاء الله. ميرسي يا هيام، ربنا يخليكي وشكرا لاتصالك حبيبتي. مالكيش سؤال مدام هيام؟ طيب احنا ان شاء الله تبقي معانا ان شاء الله في حلقه من الحلقات. نشكرك على كلامك الجميل. ملحوظه ان احنا طبعا برنامج المطبخ الحمد لله له مشاهده وله ما شاء الله قبول. يا شيف عايز اقول لحضرتك نسبه المشاهده على اليوتيوب ما شاء الله الحمد لله رب. وغير كده بقى الستات البيوت، ممكن هنقول اللي ما عندهمش استطاعه يفتحوا نت ويوتيوب والكلام ده، قاعدين قدام الشاشه ما شاء الله مستنيين البرنامج. الحمد لله، ده بس ده بفضل ربنا سبحانه وتعالى يعني، وبفضل مشاهدينا الجمال. انا بس كنت عايز اقول بس يعني برنامج المطبخ الحمد لله له نسبه قبول ونسبه مشاهده، وبرنامج سفره دايما برضه له نسبه قبول ونسبه مشاهده. كل البرامج الموجوده في التلفزيون الحقيقي ان الحياه لها طعم مختلف بجد والله، مش عشان انا بعمل برنامج جوه تلفزيون الحياه، ولكن هي لها مذاق معين. يعني عارفين لما يكون في حاجه في البيت يعني لازم اشوفها، يعني لازم اطمئن على الحاجه اللي في البيت دي كل يوم، يعني لازم اتابع حاجه من الحاجه بتاع يعني. احنا الحمد لله بمشيئه الله وفضله قناه الحياه او تلفزيون الحياه موجود في كل بيت، فده بفضل ربنا سبحانه وتعالى. فاحنا طبعا بنشكر حضراتكم لانكم اصحاب السبق، يعني انتوا اصحاب الفضل. احنا دلوقتي عملنا الكور، هنجهز لمقادير الطبق الثاني. الطبق الثاني هيبقى فراخ اسمها تشيكن ماربيلا. ماربيلا اكله اسباني كده، ماربيلا. هنروح اسبانيا ونيجي كده. طيب والله العظيم انتوا جمال عمالين تقولوا حاجات جميله يعني، عايزين ست البيت تغير شويه وكل ما فيه الف لام يعني. اسباني، اكله اسباني. هنجهز مقاديرها دلوقتي اوكي، وبعد كده هنبس ممكن بقى الريتم يبقى اسرع شويه بقى يعني. انا عارف كفاية. ان الموضوع بيختلف شويه. لا عشان نعمل اكبر قدر ممكن من الحاجات كده تقريبا خلاص كده. طيب احنا هنجهز دول برده ما فيش مشكله، بس احنا بعد ما عملنا ده هنحط في الدقيق، هنحط بقى خلطه البانيه الدقيق والبيض والبقسماط. طيب ما احنا نعمل كده اهو تمام، وناخد الدقيق بطريقه سهله كده نحط عليها مباشره ممكن بدل ما نحط في الطبق. يبقى انا خده يعني كميه الدقيق اللي عندي ما بوظتهاش، وبعدين اهو سريعا ما شاء الله يا شيف، والله احنا بنتعلم منك كل يوم. والله لا ابدا، ده بصوا حضرتك يعني هي مش
مش موضوع حد، لا هي في افكار بتتوارد كده سريعه. انا عن نفسي مش عشان انا بسجل مع حضرتك النهارده، انا فعلا بتعلم من حضرتك، اتعلمت وما زلت بتعلم. ربنا يخليك. يعني انا ما انساش ان حضرتك اللي علمتني ازاي احشي حمام. انت قلت لي على الموضوع ده، عايزين نقول بقى ايه الموضوع. يا جماعه انا يعني عايزه اقول لكم على حاجه، بس موقف حلو قوي حصل لي. انا اول ما اتجوزت ما كنتش بعرف احشي حمام، فكنت بتابع الشيف يوسي وبتعلم منه ازاي احشي الحمام. فهو الحلقه شغاله على الهوا، شيف يوسي قال موقف طريف حلو قوي، انا يعني الموقف ده معايا لحد النهارده. وهو الشيف يوسي كان في مطعم بياكل حمام او طرب. طرب. انا فاكر. فالشيف يوسري بياكل، كان في خيط اللي بيتلف ملفوف بيه على الطرب. او قدموا لي بيه فعلا ملفوف على الطرب. فالشيف طبعا ده من زمان قوي. فشفت انا تبعك من زمان ازاي. فانا من يومها اي اكله بعملها بحط فيها الخيط لازم افتكر الشيف يوسري لما قال لازم عند التقديم نشيل الخيط. يتشال طبعا طبعا. يعني انا ممكن اربط اي حاجه، اربط بخيط او اربط احط توستكس او احط اي حاجه وانا بسوي الحاجه بتاعتي، بس قبل ما اقدمها لازم اشيلها. ليه؟ لان ممكن طفل بياكل ياكلها، ممكن حد كبير مش واخد باله ياكل. ده انا جبت صاحب المطعم يوميها. اما انا فاكره حضرتك قلت عملت يعني مشكله وكده، وازاي يبقى في لا مش مشكله ولا حاجه. لا مش مشكلة. لا فهمت يعني. يعني طبعا تتقدم حاجه بالفتله بتاعتها يعني او الدباره بتاعتها. طبعا انا من يومها بقى وانا مركزه في الفتله دي في اي اكله. طب دلوقتي بتعملي حمام كويس يعني دلوقتي؟ لا الحمد لله ما شاء الله. حضرتك برضو انا اتعلمت منك الفريك والرز كتير ان شاء الله، ولكن بعد ما نحمر مع بعض الكور بتاعه الرز ونستخدم